في الوقت الحاضر يعيش العديد من اللاجئين في بلدة على الحدود اليونانية المقدونية، وظروفهم المعيشية صعبة للغاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. في الوقت الحاضر تجمع أكثر من 6000 شخص من اللاجئين في هذه المخيمات التي تستطيع استيعاب 2500 لاجئ فقط في الأصل، ومعظم اللاجئين مع أسرهم من العراق وسوريا، لذلك أهم مشكلة لهم هي الإقامة والأكل. في صباح يوم السبت كان اللاجئون ينتزعون الطعام عندما يلقى عليهم، وكان الوضع فوضويا جدا. بقينا هنا 3 أيام كما يزور المطر، ودرجة حرارة منخفضة، وليس لدينا أي طعام، وانتهت كل النقود التي مع العديد من اللاجئين. نريد عبور الحدود بأمن وسلامة فقط. أصعب شيء للاجئين هو الإقامة، لأن الخيم ليست كافية، وكان الكثير من اللاجئين ينام في العراء ويعاني العواصف ودرجات الحرارة المنخفضة التي وصلت درجتين مئويتين. بقى بعض اللاجئين هنا لمدة 10 أيام في هذا الجو بارد، لم كلهم في الأعراء ولم يتناولوا الطعام، ما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال بالمرض. لا نستطيع أن نفعل ما نريده هنا. نمت في العراء يوم السبت دون مياه. كثير من الأسر ليس لديهم خيام. قالت السلطات لنا أنه تم شحن بعض الخيام يوم الأحد، ولكنها لا تكفي للجميع.